مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم معنا مرة أخرى. تلقي اتصال من عند غيتا. غيتا عندها 26 أو 27 سنة، كتعيش في الدار البيضاء. غيتا توفى الأب ديالها ملي عندها 5 سنين، يتيمة، عندها جوج ديال الإخوة والأم ديالها. غيتا لها طموح، قرات الأمنية ديالها أنه واحد الوعد كانت كتسمع من عند الأم، الرسالة كانت من عند الأب اللي مات وهي عندها 5 سنوات، أنه تقرأ. حققت إنجازات، وصلت الباك، وصلت الإجازة، هي قدامي، لها طموح. 2018 تغيرت الدنيا لما هو أسوأ. غيتا بين الموت والحياة، القرار من عند رب العالمين. تبعوا معي غيتا. شكون هي غيتا من الأول؟ السلام عليكم. غيتا عندي 26 عام، كسكن مدينة الدار البيضاء، قريت، عندي الأم ديالي ما كبير الحول والقوة لها، وعندي جوج ديال الإخوة. أنا البنت الوحيدة اللي عند ماما، وقريت وخديت الباك ديالي وخديت لا ليسونس اون ايكونومي، وخدمت خدمت في لاغام، خدمت تقريبا عامين، من 2018 حتى 2020 في لقيت الكورونا جلست، ولكن ما جلستش على ود الكورونا، جلست على ود المرض ديالي حيت ما بقاش قادر نخدم. انا غادي نكمل انا وياك. مشاهدينا الكرام، عدد كبير من المغاربه كيشوفوا الطريقه اللي كتكلم بها، وهذه هي الصدمه. هي ما تتكلمش عادي، الهضره عندها ثقيله، لانه دخلات خدامه بسبب ديال جلسات، بدا عندها واحد المرض عادي، من بعد كتكتشف كارثه. تبعوا معايا بشويه عليك، وانا معاك، المغاربه راه فهموني، بشويه عليك حتى تشرحي لي. ملي خدمتي بداك المرض وانت تجلسي، مشيتي للطبيب اش قال لك؟ ملي مشيت عند الطبيب داني المرض، بديت كنحس براسي كيضرني بزاف، والدواء اي دواء خديت ما كيأثرش فيا. مشيت عند الطبيب قال لي بلي عندك ورم في الراس ديالك. درت لي غيم باش نعرف فين واش من نوع. لقيت بلي عندي ورم اوغوزمون حامد ماشي كونسير، ولكن جاني في البلاصه ديال لي كيليبغ، ما كانتش مشاش عادي. فين بالضبط هو الورم؟ وسط المخ. ما كان مأثر لي على المشي ديالي، ما كانش مزيان. من هنا بديتي كتمشي عند الاطباء، مده وانت عند الاطباء والامكانيات ما عندكمش. الطبيب في الاخير شنو هو القرار اللي قال لك؟ القرار اللي قال لي هو خاصني ندير عمليه ب 8 مليون، ما بين 8 حتى 10 مليون، باش تطلع ليا. وقال لي دو بريفيرونس ديريها حيت باقا صغيره في العمر ديالك، يعني خاصك ديريها، وغيوقع لك مشكل اللي هو الشلل اللي يمكن تشلل من يدي، ولكن مع الترويض رجعوا يدي عاديين. انت دابا ملي جيتي بغيتي تجلسي معايا، اخوك هو اللي جابك، هزك تجابك، ما تتمشيش، كتوقفي كطيحي. ما كنتمشاش مزيان. جيتي ما الاب ديالك توفى ملي عندك 5 سنين، كاين جوج ديال الاخوه على قد الحال، الام ديالك مسكينه جالسه في الدار. السؤال الاول اللي عندي، نكونوا واضحين، باش كتعيشوا نتوما؟ كنعيشوا مع حباب الله، كنعيشوا، يعني الام ديالي هي مسكينه متكلفه بينا و احرق قوسي. هي مسكينه ما خداماش، بس كنعيشها غير بالكريديات.
تيطلبوا لك عملية بين 8 و10 مليون. طلبوا لي عملية بين 8 و10 مليون. انا دابا عايشة من بين الحياة والموت، في اي لحظة نقدر نموت، حيت في اي لحظة نقدر نموت. ما بغيتش نموت ونخلي الام ديالي هي اللي كتبقى فيا بزاف 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 بزاف، حيت مسكينة ما عندها حتى واحد حنين فيها. ما وانا بغيت نعيش وبغيت عندي طموح، بغيت نعيشها، بغيت بزاف ديال الحوايج. هاد الطريقه باش كدوي ولسانك ثقيل، واش كتاكلي الدواء يعني من هادشي اللي عندك، ولا هو ملي بداك المرض وانت الخضر عندك ما كتخرجش هكاك؟ لا دابا حيت كناخد الدواء، ولكن ومنين بدا المرض ما بقيتش كنهضر مسرح، كنوقع ليا مشكل في الفم ديالي، تعواش ليا شويه، كان بزاف ديال المشاكل وقعوا لي. قولي لي الرسالة ديالك، قولي لي اللي بغيتي. انا بغيت نقول لكم عافاكم خواتي، خرجي المغاربة، شوفي في لله، بغيت نعيش، بغيت باغا نعيش، ما بغيتش توفى، ما بغيتش، بغيت نعيش ماما، بغيت نوصلها لشي حاجة، لشي حاجة مسكينة حلمات بيها وكل شي، وهي من صغرها وهي في الديور عايشة مع والديها. طبيب دابا هو القرار اللي عطاك وعطاك الامل، قال لك ممكن انه تحسن الامور عندك هي اللي درتي هذه العمليه. قال لي ممكن تحسن، قال لي كانت هو عنده الاكسبيريونس، عنده تجربه، كان دارها لسيده عندها 50 عام وصدقت ليها، صدقت ليها ودار يعني صدقت ليها ولات بخير دابا الحمد لله، و صافي. والله العظيم ما عرفتش غادي نقول لك، يا ربي نطلب الله تعالى يا ربي. مشاهدينا الكرام، قصة والله العظيم لك تألم، وهي الإنسان ماشي متصنع في الكلام، الوثائق عندنا والتقرير النهائي ديال الطبيب عندنا، المغاربة يعلمون جيدا أنني لا أبالغ في الكلام. الأمنية ديالها أنه كملت الباك، ومن مورا الباك الإجازة، خدات الإجازة بالضبط في 2018، دخلات خدمات واحد الطرفية في الأرام، جات كورونا حبسات، بداها المرض، تغيرت عندها الدنيا لما هو أسوأ. عندها أخوها صغر منها يلا خدا الباك، وكيل الأخ الآخر، ناس على قد الحال، عائلة. أنا باش الرأي العام يتبع معايا بدقة، قولي لي العنوان عندكم فين هنا؟ نتوما في الرحمة، في الدار البيضاء، فين؟ الفتح 4، في الرحمة، حدا أوتو إيكول، الموبيل ديال أوتو إيكول. مشاهدينا الكرام، هذا هو العنوان ديال هاد الشابة، والله العظيم ما عرفت شنو غنقول. تنطلب الله سبحانه وتعالى والدعم للمغاربة. أنا غنوضع رقم الهاتف ديالها، وكما عودتكم دائما، كما عودتكم عفوا دائما، لا صلة لنا بالجانب المالي، المعاملة والمساعدة بين المحسنين وذاك المصرح أو المصرح، أرجوكم والله العظيم لا عتق رقبة. هاد الشابة جميلة في العلم ديالها، في قرايتها، بنت عائلة محافظة، وغادي تشوفوا معايا الفيديو الثاني اللي غيدوز معايا الاخ ديالها اللي هو تيتكلم، وغادي يشرح معايا امور اخرى. ارجوكم ساعدوا هاد العائله وفق المستطاع، يد الله مع الجماعه، كل حسب الاستطاعه ديالو تقدر هاد البنيه تعتق عمليه بين 8 حتى 10 مليون. قدرت نجح ليها ورم في المخ في مكان حساس جدا، أطباء مستوى عالي عطاوها الأمل أنه تنقذ علينا بقى صغيرة، تبقى أمر من الله والدعم للمغاربة. أرجوكم كل من ساهم ولو غير بالبارتاج حتى تعم الفائدة، نقد غيتها يا ربي.
غيتا اول خروج لها خرجت معايا في موضوع تعطي هاد المعطيات، وهنا غادي نوجه الشكر الجزيل صراحه لبنت عمها اللي ما تنعرفهاش، وهي اللي قالت لها تليح، قالت لها دوي مع يوسف غادي يشوف الموضوع ديالك. انا جيت لعندهم وتصنت ليها في الاول، وكتعاود ليا الكلام ديالها مضبوط وبوثائق. هاد البنيه 27 سنه، لها طموح، تتمنى بزاف في خوتها وفي الام ديالها. عائله كلنا فقراء الى الله عز وجل، ما في حالهمش. 8 10 مليون مبلغ صعب بالنسبه للعائله، ولكن المغاربه قادرين انهم يتضامنوا بيناتهم ويساعدوا هذه العائله وتنقذ هذه البنيه. كما عودتكم دائما سوف ابقى ان شاء الله متتبع القضيه ديالها، وفي لكم يا ربي، وهذا اللي اتمناه صراحه، اي جديد في الموضوع نتبعوا معها ونمشوا معها للكلينيك والصح، ونشوفوا هذه الشابه مع مهمتها ولا عندها حياه اخرى، وكذلك انه تكمل دينها، لما لا، لازالت في الدنيا. ولكن البنيه الكآبه والمرض كتقول في اي لحظه انا غنمشي عند ربي. مشاهدينا الكرام، تبعوا معايا الحوار بشكل مدقق مع الاخ ديالها.